إذا كان عمر وضع قارئ لصلاة التراويح في المسجد كان يصلي هو في بيته، هل التراويح في البيت أفضل؟ قلت لك لهذا أدلته ولذاك أدلته أدلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال أيضا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كنت في البيت تستطيع إقامة السنة في صلاتك فهي أفضل، إن لم تكن تستطيع وكنت تخشى على نفسك النوم فصلي في المسجد.